خلونا نتابع بقية أخبارنا بالكويك هيتس. بعد ما لغت عيلة الكارداشيانز كل مشاركاتها في المناسبات الفنية والاجتماعية عشان يتجنبوا سؤالهم عن موضوع سرقة كيم، بس كلوي كارداشيان اتجرأت وحكت لألن عن تأثير حادثة السرقة اللي حصلت لأختها كيم على العيلة. Well, I think it's just a wake-up call to make a lot of life adjustments, but this is a really serious matter, you know, for Kim. وأكدت إن العيلة في المرحلة دي بتدرس خطواتها اللي جاية وإنهم متماسكين. Well, I mean, it's incredibly traumatic what happened to her, but our family is super close and great, and we'll get through it together. And we do appreciate like all your guys' love and support, and it will take time. الألبوم كتير سبيسيال بحياتي لأنه بيختصر كل المراحل المهمة اللي عشتها مؤخراً من أول ما تزوجت لساعة ما ولدت بنتي تالا. مشان هيك بهدي هالألبوم لبنتي تالا اللي طلعت مني أجمل ما فيي. كده عبرت كارول عن حبها لألبومها الأخير ذكرياتي لما أصدرته في 13 أبريل، بس للأسف ما لحقتش تتهنى بنجاحه، فبعد 3 شهور من نزوله اختفى الألبوم من السوق في أكتر من دولة عربية زي مصر ولبنان والإمارات والكويت والسعودية. ذكرى حلوة ومرة كمان، ذكرى بترجعني زمان. وعشان يوضحوا اللي حصل نشر المكتب الإعلامي لكارول بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك، وقالوا فيه إن مشكلة اختفاء الألبوم هي بسبب شركة التوزيع المسؤولة عن توزيع الألبوم في الدول العربية، وبيحصل دلوقتي تفاوض مع الشركة عشان يوصلوا لحل نهائي قريب. مريم فارس هتفتتح سلسلة حفلات دراجون مارت اللي هتبتدي في 14 أكتوبر وهتخلص في يناير 2017، ونشرت مريم الصورة دي على صفحتها على إنستغرام وكتبت: كتير متشوقة ألتقي فيكم لايف على مسرح دراجون مارت 2. كيفك أنت إن شاء الله مني. وعلى جدول حفلات دراجون مارت في تامر حسني، سعد المجرد، بلقيس، محمد عساف، عبد الفتاح الجريني، أسيل عمران وغيرهم. ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي قدم المخرج تامر السعيد فيلمه الأول آخر أيام المدينة اللي بيتكلم فيه عن نهاية القاهرة كمدينة عظيمة. اللي بيحصل لما بتحسي إن المدينة اللي أنت عايشة فيها بتواجهي المدينة ديت، والمدينة دي بتتغير وفي حاجات كتيرة بتحصل، العالم كله بيتغير من حواليكي، وانت حاسه انك عايزه تبقي يعني مش عايزه تفهمي علاقتك بالتغيير ده. رحله الفيلم دي كانت طويله جدا، بدات سنه 2008 وخلصت سنه 2016. حدوته عن واحد مخرج بيحاول يعمل فيلم عن مدينته اللي هو خالد، اللي هو انا في الفيلم اللي اسمي خالد. الفيلم عن علاقته بالمدينه القاهره وعلاقه مجموعه اصدقاء اخرين، جزء من الفيلم بيروت، واحد منهم من بيروت، واحد من بغداد، واحد عايش في المهجر في برلين. أما ليلى سامي اللي بتقدم البطولة فبتشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة لأول مرة. I am so excited. دوري في الفيلم هو بنت مصرية عندها طموحات وموجودة في مدينة بتخنق البنات، فهي بتفضل تعافر، عندها علاقة بالبطل اللي هو مخرج بيحاول يخلص فيلمه، وبتكتشف يعني في منطقة ما انه هي لازم تمشي من البلد، لازم تسيب مصر لانه هي حاسة انها مش قادرة تعيش. كشف سليم عساف لإيتي بالعربي عن مجموعة أعمال جديدة بيحضر لها، منهم أغنية جديدة لي. عمل أنا بالنسبة لإلي بحسه بيشبهني كتير، إن شاء الله يكون يضيف شيء للأشياء اللي نزلتها بصوتي قبل. ومن النجوم اللي بيحضر لهم أغاني جديدة رامي عياش وصابر الرباعي وسيرين عبد النور، بس المفاجأة إنه لأول مرة هيجمعوا عمل مشترك مع نانسي عجرم. بتشبهني يعني ملتقيين بالنص بتخيل بالغنية، يعني عاطين شيء اللي بحبه نانسي يحسوه جديد وبنفس الوقت ستيلة، وبنفس الوقت اللي بيعرف شغلي رح يحس فيه هيدا الإحساس مع الغنية اللي بنحكيها كل يوم. الأغنية هتكون من ضمن ألبوم نانسي الجديد اللي خلصت تصوير غلافه مع المصور محمد سيف الدين في بيروت، وشكل كده نانسي بتحضر لعمل تاني مع سعد المجرد، فهو كان معزوم عندها على العشاء ولعبوا شوية على البيانو، والصورة دي اللي نشرتها على إنستغرام حمست الجمهور وطرحت تساؤلات كتيرة عن إيه اللي ممكن يكون بيحضروا له سوا.